القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. هكذا رد يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلي على قرار أستراليا بالعودة عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ووصف لابيد القرار الأسترالي بالمتسرع وغير المهني، كما أدنته الخارجية الإسرائيلية التي استدعت السفير الأسترالي للاحتجاج، وكذلك زعيم المعارضة نتنياهو. فقد أدان القرار هو الآخر، لكنه حمل لابيد المسؤولية عنه. لا عجب أن أستراليا ألغت قرارها السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فغانس يقول أن هنالك إمكانية لعاصمة فلسطينية في القدس، ولابيد يقول أنه يريد إقامة دولة فلسطينية. ويرى مراقبون أن القرار الأسترالي يشكل ضربة لجهود إسرائيل في إقناع مزيد من الدول بالاعتراف بالقدس، واعتبروا القرار مؤشرا على عودة الاهتمام الدولي بالشأن الفلسطيني. أرحب بقرار وزيرة الخارجية الأسترالية بشأن تصحيح خطأ ارتكبته الحكومة السابقة يتعلق بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال. هذا القرار الخاطئ مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. القرار الأسترالي الجديد ينسجم تماما مع قرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام. وإحياء عملية السلام وفقا لأوساط في إسرائيل سيكون مطلبا من المجتمع الدولي للحكومة الإسرائيلية القادمة بعد الانتخابات، أيا تكن هذه الحكومة وأيا يكن من سيرأسها. القرار الأسترالي ضربة دبلوماسية لإسرائيل وتذكير لقادتها أن المجتمع الدولي لا يرى بديلا عن عودة المسار الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في الضفة والقدس ولجوء إسرائيل للحلول الأمنية. نضال كناني، سكاي نيوز عربية، القدس.